اهلا فيكم من جديد، مكملين باكسترا تايم وبدنا نروح لبطوله امم اوروبا اللي تعتبر من اقوى البطولات العالميه على مستوى المنتخبات. انطلقت منذ اسبوع وشهدت مبارياتها اثاره كبيره. رح نحكي اكثر عن هاي البطوله مع المحلل طارق غصاب. مساء الخير طارق. مساء الوقت، مساء الخير لك ولكل المشاهدين الكرام. اهلا فيك. بدايه طارق، مع توقف البطولات الكبرى بسبب كورونا وعوده جزء من الجماهير للمدرجات، كيف بتقيم مستوى البطوله حتى الان؟ يعني بلا شك باي محفل قاري وتجمع للمنتخبات الدوليه وبطولات كبيره زي كاس العالم زي اليورو، دائما الجوله الاولى تكون جوله حصد الفائده باكثر الطرق الممكن. المنتخبات الجوله الاولى دائما بتحضر حالها وتكسب النقاط باكثر الطرق الممكن، تعالج مشاكلها في حال كانت موجوده. هاي البطوله لها خصوصيه لاكثر من سبب. السبب الاول انها بتقام باكثر من مدينه بسبب الذكرى الستين لليورو، عوده الجماهير وتاجيل البطوله لمده عام كامل، فالمنتخبات كانت مشتاقه للمشاركه في هاي البطوله. شفنا جوله اولى بشكل عام كانت جيده جدا، مباريات اغلبها كانت مثيره ومستويات متكافئه، مباريات بسيطه كان الفارق فيها كبير بين المتنافسين، الا انه بشكل عام شفنا بطوله جيده بجولتها الاولى. متوقع جدا ارتفاع النسق بالجوله الثانيه والثالثه، لانه المنتخبات عرفت اللي إلها واللي عليها وشو بتحتاج عشان تحصد النقاط المطلوبه. نعم، طب خلينا نحكي واحد واحد. اول شيء ايطاليا من اول المنتخبات المتاهله للدور الثاني، برايك كيف ظهر هذا المنتخب بهذا الاداء خصوصا بعد غيابه عن اخر نسخه من كاس العالم؟ بالضبط، يعني انا راح ابدا من حيث ما انتهيتي، انه ايطاليا غابت عن النسخه الاخيره من كاس العالم، كانت بتواجه تحدي كبير، تحدي باعاده اثبات صورتها كمنتخب كبير على الساحه. منذ استلم مانشيني شفنا نسخه جديده من المنتخب، المنتخب بأدي كمنظومة جماعية ممتازة جدا. إذا بنطلع على الأسماء الموجودة للمنتخب الإيطالي، أسماء فيها مزيج بين الخبرة والشباب بتأدي بشكل كبير. الشكل الهجومي للفريق بالأربعة ثلاث ثلاث اللي بتبعها مانشيني آتت أكلها، مباراتين على التوالي ست أهداف بدون استقبال أي أهداف، هذا بدل على أن المنتخب قوي. 29 مباراة على التوالي بدون هزيمة، شاهدنا منتخب مميز جدا للأمانة، ثابت على الأرض، دفاعه متين وهجومه مميز جدا. المنتخب الإيطالي بعد مبارتين أصبح من المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب. طيب، فرنسا وألمانيا مواجهة بنقدر نحكي إنها نارية، وقدر الفرنسيين يحسموها لصالحهم مع إنه اللقاء أقيم على الأراضي الألمانية. احكي لنا كيف تفوق المنتخب الفرنسي بهذا اللقاء؟ بنبدأ بالمنتخب الفرنسي اللي تفوق زي ما تفضلتي. هلا المنتخب الفرنسي بوجود ديشام بيلعب بواقعية ممكن تكون مفاجئة للناس، بس هي واقعية بتقوده لتحقيق الانتصارات. نعم. المنتخب الفرنسي الأسماء الموجودة عنده أسماء مميزة جدا على الناحية الهجومية، مميزة ومخيفة جدا، مبابي، غريزمان، بنزيما بعد عودته للمنتخب، هاي أسماء بتخوف أي فريق. شفنا كيف المنتخب اعتمد على المساحات الموجودة بتقدم الأظهرة لتسجيل هدف. المفاجئ كان للناس هي منظومة ديشام بالدفاعية المتطورة، بعد تسجيل الهدف شاهدنا التزام دفاعي مميز ولعب على المرتدات، مرتدات كانت كفيلة بقتل أي منتخب بواجهه. هذا إشي يحسب لديشامب، إنه شاهدنا شكل دفاعي مميز للفريق بأدوات هجومية مثل غريزمان ومبابي. المنتخب الفرنسي بسكواد مميز جدا، بيأدي بشكل جميل في البطولة، مؤذي هجوميا، سريع جدا، صعب مواكبته إذا لم تمتلك دفاع مميز. طيب، إذا بدنا نحكي عن البرتغال وبنقدر نوصفه إنه يعني من المنتخبات اللي كشرت عن أنيابها كمان، هل البرتغال قادرة على المحافظة على اللقب؟ منتخب البرتغالي كما المنتخب الفرنسي يمتلك أسماء مميزة، في عامل مختلف قليلا عن المنتخب الفرنسي، إنه مدرب سانتو بحتاج إلى مرونة أكثر في التعامل مع الأسماء المتاحة. كثرة النجوم دائما تضع تحدي على المدرب، ما بتخلي الأمور سهلة عليه. شاهدنا في المباراة الأولى البرتغال مع أنها انتصرت 3-0 لكنها انتصرت في العشر دقائق الأخيرة لا يعكس مجريات المباراة. شاهدنا صعوبة في الوصول إلى المرمى من المنتخب البرتغالي، التحدي كبير على سانتوس فيما يتعلق بخلق منظومة كروية مرنة. دائما الأسماء أو النجوم الكثيرة بالفريق تعني تحدي أكبر على المدرب، وخلق كيمياء بينهم بتكون تحدي بشكل أكبر. إلا أن البرتغال بعد أن حققت فوزه هو الأهم ضمن لنظام البطولة الجديد، حققت 3 نقاط، إذا التأهل أصبح قريب، تحتاج تثبت حالها بالأدوار المتقدمة عشان تكون منافس على اللقب. طيب طارق، توقعاتك أنت مين الأقرب للتتويج باللقب؟ هلا صدقا إذا بنحكي بعد الجولة الأولى شفنا إيطاليا، فرنسا، بلجيكا وبدرجة أقل إنجلترا كانت منتخبات مميزة. أنا شفت بلجيكا قادرة على أنه تحتاج تتوج مجهود كبير على مدار سنين بجيل مميز، تحتاج تتوج حالها بلقب كمكافأة لهذا الجيل، منتخب جيد جدا. فرنسا، إيطاليا، بلجيكا وبدرجة أقل إنجلترا. نعم طارق غصاب، بدي أشكرك لمداخلتك معنا لليوم، شكرا جزيلا لك.